اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وتصفيات افريقيا لكاس العالم. المنتخب التونسي اصبح فرصه قويه جدا، يتصدر المجموعه برصيد 10 نقاط، متغلب على الكونغو الديمقراطيه بثلاث نقاط، وعنده ماتشات اعتقد انها هتبقى سهله امام غينيا وامام ليبيا. نروح للمجموعه الثانيه، مجموعه نيجيريا، زامبيا، الكاميرون والجزائر. والصراحه اداء محبط للجزائر تماما. كل بيتابع منتخب الجزائر، منتخب الجزائر عنده كتيبة من المحترفين في أعلى الأندية، عنده مواهب على أعلى مستوى، والكل كان ينتظر من منتخب الجزائر الكثير من المواليد، ولكن يبدو أن المنتخب الجزائري في الكيرف نزل. يعني حالة منتخب الجزائر دي الحقيقة بتدينا احنا كمصريين جرس إنذار. منتخب الجزائر يعني تمرد على مديره الفني وحيد حاليلوزيتش، وأقاله في وقت كان غريب جدا بعد النجاحات اللي حققها المدير الفني ده مع الفريق. النهارده لحد دلوقتي هم بيدفعوا ثمن ده، تراجع رهيب جدا في مستوى المنتخب الجزائري. لسه نفس النجوم هم لسه رياض محرز، لسه سليماني، لسه ياسين ابراهيمي، لسه بن طالب، لسه غلام، كل الفريق بنفس كامل النجوم. لكن اللي تغير القياده الفنيه، رحل حاليلوزيتش في وقت صعب جدا. النهارده في مدير فني اسباني اللي هو الكراز زاتشي، اللي هو الرئيس الاتحاد الجديد اللي خلف روروا، اصر على التعاقد معاه رغم الانتقادات الشديده. يعني مدير فني بلا انجازات، ما نجحش ان هو يعمل شكل المنتخب الجزائري. يعني اربع مباريات ما فيش فوز واحد، ده تعادل وثلاث خساره. خساره كارثيه قدام زامبيا في الجزائر بعد ما خسروا. وشفنا حتى مش بس الخساره، شكل المنتخب الجزائري الحقيقه يعني مثير للشفقه. مش دي نجوم منتخب الجزائر اللي بيتالقوا في اوروبا. نعم. يعني مش ده رياض محرز ولا كل الاسماء اللي احنا ذكرناها دلوقتي، مش دول اللي احنا بنشوفهم. فواضح ان في مشكله فنيه ومشكله اداريه ومشكلة في إدارة الفريق. يعني لما معسكر مباراة مهمة زي مباراة زامبيا اللي هي كانت آخر أمل لمباراة الذهاب، محرز بيغادر وياريته مضى. يعني للتفاوض حتى هو المبدأ نفسه صعب شوية طبعا. يعني ده حاجة كانت غريبة جدا، يعني مفيش انضباط، مفيش إدارة. فطبعا كان لازم النتيجة اللي نشوفها دي، منتخب الجزائر بيخسر من زامبيا رايح جاي، طبعا خلاص حظوظه صفر. طب وضعية المجموعة، هل نيجيريا خلاص أصبحت على أعتاب كأس العالم؟ يعني نيجيريا بتتصدر طبعا المجموعة برصيد 10 نقاط، عندها مباراة الحسم المباراة القادمة قدام زامبيا في نيجيريا. فوز المنتخب النيجيري بيؤهله طبعا للمونديال، واعتقد المنتخب النيجيري الاقرب ان هو يتأهل لما قدمه. يعني المنتخب النيجيري يعني شفناه قدام الكاميرون في نيجيريا، حتى في مباراة الكاميرون كان ظاهر بشكل جيد جدا. اعتقد المباراة يعني اقرب للمنتخب النيجيري، هو هيكون المتأهل الجولة القادمة عن المجموعة دي. طيب احمد ثابت، هروح بقى للمجموعه الثالثه، مجموعه المنتخب المغربي وكوتيفوار وجابون ومالي. المنتخب المغربي حتى الان يذهب ينافس الكوتيفوار على بطاقه التاهل، فارق نقطه، والمغرب قادر انه يعود مره اخرى للصداره. يمكن المغرب بتعادل مع مالي، ضيعوا فرص كتير جدا في الماتش اللي هو امبارح دوت، وحتى ضيعوا ركله الجزاء لحكيم زياش. هيرفي رينار اتعامل معاه بطريقه يعني ايه، ان هو ضيع ضربه جزاء راح مطلعه، فدي برضه حركه كانت غريبه في المباراه من هيرفي رينار، رغم ان هو من احسن المدربين في قاره افريقيا، ولكن هو مش يعني كل اللعيبه بتضيع ضربات جزاء. رونالدو ضيع، ميسي ضيع، مش هتفرق مارادونا يعني. مارادونا ضيع. فيعني المغرب ضيعت فرصه كبيره جدا بالتعادل مع مالي 0-0. انا شايف المباراه دي يعني هتاثر جامد في المجموعه دي بالذات مع المغرب، لان طبعا كوت ديفوار هتبقى فرصتها قويه جدا، لان دلوقتي يعني ايه الجابون برضو دخلت في اللعبه بعد ما كسبت كوت ديفوار في كوت ديفوار، فالمجموعه يعني اصبحت ايه مولعه. طبعا مالي بره الحسابات تماما، فانا شايف ان الاقرب في المجموعه دي هو كوت ديفوار، ولكن المغرب برضو لسه عندها فرصه. ولكن المباراتين اللي جايين يعني كوت ديفوار المباراتين الباقيين اسهل من المغرب، ده اللي اقصده. نعم، يعني المغرب في حالة فوزه بالست نقاط يذهب الى المونديال. المغرب عندها كوت ديفوار في الجولة الأخيرة في كوت ديفوار. نعم. فدي هتبقى المباراة دي هتبقى صعبة جدا، ولكن برضو لو كسبوا يقدروا إن هم يصعدوا. نتمنى بقى إن أزارو يجيب أهداف يعني. بإذن الله نتمنى إن هو يلعب يعني في المباراة دي. أنا كنت أتمنى إن أزارو يلعب وياخد الثقة كمان قبل مباراة الترجي. طيب وليد، هذهب ليك بقى للمجموعة الرابعة، أنت كان عليك يعني عايز تتكلم فيها كثيرا، لأن فيها لغط، واللغط على حكم جوزيف لامتي، حكم شهير للقاء الترجي. بوركينا فاسو، كاب فيردي، والسنغال وجنوب أفريقيا. وبوركينا فاسو والكاب فيردي والسنغال وجنوب أفريقيا
كل واحد من الأربعة ممكن يتأهل. طبعا هي دي المجموعة الغريبة في التصفيات، الأربع فرق عندهم أمال التأهل. النهاردة الخبر اللي يفرض نفسه اللي قبل الحلقة بدقائق قليلة هو قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال اللي فاز فيها منتخب جنوب أفريقيا على السنغال بسبب ثبوت تهمة الرشوة أو التلاعب في النتيجة من الحكم الغاني جوزيف لامتي وتورطه مع إحدى شركات المراهنات. وقيل يعني أن ضربة الجزاء اللي احتسبها المنتخب جنوب أفريقيا اللي كسب بيها المباراة الحكم المساعد أشار أن الكرة خارج الملعب مش ضربة جزاء، ومع ذلك تجاهل لامتي إشارة مساعده اللي هي إشارة إلزامية في الموقف ده وقرر أنه يحتسبها ضربة جزاء. وبعد التحقيقات تم إيقاف لامتي مدى الحياة وقرر الفيفا إعادة المباراة في نوفمبر، ودي طبعا هتعيد تاني المنتخب السنغال آمال كبيرة، لأن منتخب السنغال في حالة فوزه هيوصل للنقطة الثامنة، ولو وصل للنقطة الثامنة أعتقد خلاص هيبقى حسم المجموعة بشكل كبير لأنه هيكون فارق عن بوركينا فاسو وكاب فيردي نقطتين. جوزيف لامتي طبعا جماهير النادي الأهلي بتتذكر هذا الاسم جيدا، ده كان حكم مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي اتلعبت في تونس واللي طبعا كان فيها هدف مثير للجدل لمايكل إنرامو احرزه بايده يعني، واثبتت الاعاده التلفزيونيه انه احرزه بايده، لكن لامتي احتسب الكره هدف وتوج ساعتها الترجي بدوري ابطال افريقيا، فالحكم تم ايقافه، وده هيعمل حاله انقلاب في المجموعه دي اللي احنا كلنا مستمتعين بيها الحقيقه. كل المباراة يعني كاب فيردي مفاجاه التصفيات مع اوغندا، مع منتخب اوغندا كره القدم بتتغير في افريقيا. النهارده مجموعه فيها السنغال وجنوب افريقيا، طبعا بوركينا فاسو خلاص قدم نفسه من سنين ان هو قوه، طلع الجيش تعاقد مع لاعب الوسط الاوغندي وساء اللي هو كان بشعر كده وضخم ولاعيب كويس قوي طبعا، وصفقه قويه لطلاع الجيش، وده بيبين مستوى فرقه اوغندا. هيلعب قدام النادي الاهلي في المباراه ده حقيقي، فده بيبين لك ولي ان مستوى الانديه الافريقيه او المنتخبات الافريقيه اصبح في تصاعد. يعني الناس تبطل تحكم بقى بالاسامي بتاعه التسعينات والثمانينات. بوركينا فاسو النهارده بتنافس لحد تصفيات المونديال اللي فات لحد المباراه الفاصله، والنهارده متصدره مجموعتها. كاب فيردي متصدر مجموعته بالاشتراك مع بوركينا فاسو بنفس رصيد على منتخب السنغال ومنتخب جنوب افريقيا. يا جماعه منتخب اوغندا بيتعادل مع غانا بره وبيكسب منتخب مصر. النهارده كره القدم في الجابون، مين كان يسمع ان الجابون النهارده عندها اوباميانج وعندها مليك ايفونا وعندها نجوم في كل الدوريات الاوروبيه الكبيره. خريطه كره القدم اتغيرت، فلما نتعامل مع منتخب نتعامل مع حاضره وليس ماضيه. طيب قبل بقى ما نكمل ونروح على اوروبا، وقبل ما نروح اوروبا طبعا هنروح على اسيا وبنهني المنتخب السعودي، عايز برضه اقول لك ان واتكلم معاك، النادي الاهلي انهى اجراءات قيد خلاص اللاعب الجنوب افريقي مالامبي، لاعب بيدفست الجنوب افريقي، واحد من اللعيبه الصراعه جدا. شايف الصفقه دي ازاي؟ صفقه تقيله جدا للنادي الاهلي، قويه جدا جدا للنادي الاهلي، صفقه للمستقبل اعتقد. يعني العين الكبيره اللي اختارت الصفقه دي تحيه كبيره ليها، واحد من افضل الاجنحه في افريقيا. حتى لما انا كنت هنا في الاستوديو التحليلي في مباراه الاهلي وبيدفست اشد باللاعب ده وتعب حتى علي معلول وحجازي. يمكن النادي الاهلي كان بيبحث في الصفقه دي بالذات، يعني يعتبر كموسم في الصفقات كان بيبحث على جناح يكون ايسر بيلعب برجله اليمين. نعم دي في كل المواصفات اللي في ملامبي ديت، يعني او الشهير بماني. اول حاجه ان هو بيلعب برجله اليمين، تاني حاجه عنده حته السرعات، ودي اللي كان كابتن حسام بيبحث عنها ان هو يكون عنده حته السرعات، واعتقد ان هو من اسرع اللاعبين في افريقيا اساسا. حاجه نقطه كمان ان هو بيلعب في اكتر من مركز، جناح يمين ماشي، جناح شمال ماشي، مهاجم ماشي، دي نقطه مهمه جدا. رجله حلوه على الجون، فعال، ممكن اللاعب يكون سريع بس مش فعال على الجون، او دقه محاولاته ما تكونش عاليه. لا فاحنا كنا محتاجين الجناح اللي عنده السرعات، يعني مثلا مؤمن زكريا مش بنفس السرعه دي، احمد الشيخ ممكن عنده السرعات شويه، وليد سليمان ما عندوش الحته دي، حمودي برضو. يمكن احنا كنا محتاجين جناح افريقي يكون عنده حته السرعات، خاصه كمان ان هو سنه صغير لسه 19 سنه، ممكن كمان ان هو يعني جاي بمبلغ مليون و200 الف دولار، مبلغ يعني مش كبير، ان تقدر ان انت كمان يعني لو نجح بعد كده ممكن يجي له برضه عروض بعد كده، مثلا ان هو يحترف في الدوري الانجليزي او كده، لو انت فكرت في حته التسويق برضه لقدام. هو الاول استفاده فنيه، انا داخل طبعا على استفاده فنيه. نعم. مفيش لا جدال، استفاده تسويقيه. نعم. بعد كده ممكن برضه ان انت لو حبيت تسويه في اي وقت هيجيب لك ده فيديو بيعرض لقطات للاعب مالامبي
اللاعب الجنوب افريقي وهو اللعيب اللي عمل الاسيست. لعيب سريع جدا وهو في منتخب جنوب افريقيا الشباب قدام تونس. نعم. لا عنده حته الاختراقات، عنده المراوغات الناجحه عاليه، لعيب جماعي بكوره. لعيب منتخبات، وده الواقع اللي النادي الاهلي ما شاء الله دخل فيه في الفتره اللي هم لما جم يدوروا يعني كابتن حسام البدري والجهاز دوروا على ايه؟ رقم واحد لاعب زي ما يكون جناح يمين، ثاني حاجه بيلعب برجله اليمين، ثالث حاجه يكون عنده السرعات، ثالث حاجه رابع حاجه يكون صغير في السن، خامس حاجه يكون دولي. دول الخمس مواصفات لو لقيتهم هتلاقيهم موجودين في الراجل ده، عشان كده الراجل ده صفقه ناجحه. نتمنى طبعا ان هو يكون صفقه ناجحه للنادي الاهلي بكل المقاييس. هاخدك للمنتخب السعودي، المنتخب السعودي تاهل الى كاس العالم، بنبارك طبعا للشعب السعودي الشقيق، صراحه تعبوا في هذه التصفيات وعلى الرغم من الخساره امام الامارات بهدفين مقابل هدف، وابتدت سهام الانتقادات للمدير الفني الهولندي فان مارفيك، الراجل اللي وصل هولندا لنهائي كاس العالم امام اسبانيا في 2010، ولكن الراجل كمل وفاز على المنتخب اليابان اصعب المنتخبات في المجموعه وحصد الصداره في حصد الوصافه وتاهل مباشره لكاس العالم. كيف شاهدت يا احمد ثابت عوده المنتخب السعودي مره ثانيه، تاهل في اللحظه الاخيره، حتى المدير الفني قال لك هم اصيبوا بالجنون يعني بعد المباراه، المدير الفني على تصريح عن لعيبته كان تاهل صعب على المنتخب السعودي. منتخب السعوديه طبعا بنبارك المنتخب السعوديه على الوصول لكاس العالم، منتخب يعني المدرب الهولندي عامل معاهم شغل محترم جدا، يمكن هم صعدوا ان هم يقدروا يكسب منتخب بقوه اليابان، يعني اليابان طبعا صعدت ان هو يكسبهم في الدقيقه الاخيره، فدي برضو حاجه تحسب لهم. اعتقد ان منتخب السعوديه يعني مع منتخب مصر دايما بيبقوا في البطولات دايما مع بعض، حتى في كاس العالم للقارات لما ايام كابتن الجوهري لما لعبنا تبقى في نقطه تفاؤل، ونتمنى طبعا ان كل الفرق العربيه تيجي مع مصر والسعوديه وسوريا برضو ان شاء الله تصعد، والمغرب باذن الله يعني يكملوا المسيره مع منتخب مصر. طيب وليد هذاك لمنتخب سوريا، منتخب سوريا صراحه مفاجاه للجميع، بيعبر عن اراده الشعب السوري، عايز يثبت ان هو متواجد على الرغم مما حدث لسوريا، ولكن منتخب سوريا بلاعبته بمحترفيه حتى اخر نفس بيقاتل، يمكن حتى وانت بتشاهد اللقاء اللي يعني المعلق المباراه بيقول والانفاس الاخيره وخلاص، ولكن احرز عمر السومه الهدف التعادل، ويعني صراحه كلنا فرحنا لان سوريا لها حظوظ في التاهل. يعني اللي يعمله منتخب سوريا دلوقتي ده يدخل في نطاق معجزات كرة القدم في تاريخها، ولو كان منتخب السوري تأهل للمونديال أو لو تأهل عبر الملحق إن شاء الله، دي الحدث ده لازم يتحط كده في كتاب تاريخ كرة القدم جنب فوز الدنمارك بأمم أوروبا، جنب الأحداث التاريخية الكبرى في تاريخ الكورة. منتخب يفتقد كل المقومات اللي ممكن تنجح فريق، كل المقومات، بيلعب طبعا الظروف اللي بتتعرض ليها دولة سوريا حاليا، ما بيعرفش يلعب على ملعبه، يعني كان في بداية التصفيات كان بيصعب عليه ولملم اللاعبين، لسه عمر السومة منضم قريب راجع تاني للمنتخب، لكن بالإضافة للروح والحماس والإصرار اللي عند المنتخب السوري والأداء اللي ظهر خصوصا في الجولات الأخيرة، الجولة اللي قبل الأخيرة قدام قطر والجولة الأخيرة قدام إيران، لكن كمان منتخب سوريا فنيا منتخب مميز، عنده ثلاثي مميز جدا، ثلاثي يتمناه أي فريق في العالم أو في العالم العربي، عشان ما بقاش ببالغ، عمر السومة طبعا أحسن مهاجم عربي حاليا، عمر السومة المتألق اللي قعد تاني الأمل لسوريا وصعدها للملحق، وخريبين عمر خريبين طبعا زميله في خط الهجوم والبلاي ميكر أو لاعب الخط الوسط فراس الخطيب، ثلاثي مميز جدا، ثلاثي يعني ادى المنتخب السوري العوده من جديد في مباراه ايران وفي المباراه السابقه، التاهل سوريا تاهل مستحق، احنا كلنا متعاطفين، كلنا كعرب متعاطفين مع التجربه السوريه، اعتقد طبعا هم عندهم مباراه صعبه جدا في الملحق قدام منتخب استراليا، منتخب عنده خبرات، منتخب بيلعب دايما في بطوله كاس عالم وعنده محترفين كتير طبعا، مباراه صعبه جدا، مباراتين ذهاب وعوده، وحتى لو تخطاهم هيكون لسه عنده ملحق تاني قدام رابع الكونكاكاف، طبعا مشوار مش هيكون سهل، لكن انا عن نفسي وكلنا على ثقه ان منتخب سوريا بالاداء وبالروح وبالحماس وبالفنيات وبالتكتيك اللي بيعمله منتخب سوريا قادر ان شاء الله ان هو يكمل مسيرته ويوصل للمونديال باذن الله. احنا بندعم طبعا الشعب السوري في هذه المحنه، وبالتاكيد ان
انك تشوف منتخبات عربيه في كاس العالم كتير دي حاجه تساعدك. وارد انك ان شاء الله طبعا بعد السعوديه مصر ان شاء الله تكون في المونديال، وارد ان المغرب، وارد تونس، وارد ايضا المنتخب السوري، كل دول بنتمنى لهم التوفيق صراحه في المشوار المونديالي. خلينا سريعا كده واحنا بنتحدث احمد، شفنا تصفيات اوروبا وشفنا المنتخب الاسباني يقسو على المنتخب الايطالي. اسبانيا مع المدير الفني لوبيتيجي ما حسيناش ان منتخب اسبانيا انتهى، لا ده في ناس جديده اتولدت، في ايسكو، في سيبايوس، في اسانسيو، نفس المنهج الكروي للمنتخب الاسباني صراحه. حتى فيراتي طلع وصرح بعد الماتش، النجم طبعا باريس سان جيرمان منتخب الايطالي، قال لك انا عمري في حياتي ما تم يعني ما قدرت، حسيت ان انا يعني في هذا الموقف الصعب امام منتخب الاسباني. اسكو يعني اسكو حاله، انا بعتبر اسكو حاليا مظلوم اعلاميا، ان هو يعني يعتبر حاليا في وجهه نظري احسن لاعب في العالم. اللي بيعمله ده هو بصراحه بيعمل حاجات غريبه في الكوره. دلوقتي في جيل جديد، وده برضو احنا لازم نتعلمه هنا في مصر، نفس الجيل على فكره اللي طالع في مصر حاليا، رمضان وتريزيجيه والكلام ده في اسبانيا، يعني بيطلعوا جيل جديد، سواء اسكو، سواء سيبالوس، سواء اسينسو في ريال مدريد، نفس الكلام بالظبط. يعني هم عندهم اللي هي الجيل اللي صاعد ده، بالذات اسكو. اسكو ده حاله خاصه، بيخليك ان انت الراجل غير طريقه لعب ريال مدريد، بعد ما كان يلعب 4-3-3 بدا يلعب 4-4-2 دايموند بسبب الراجل ده، ان انا عايز استغل البلاي ميكر، نفس اللي عمله مثلا عبد الله السعيد في منتخب مصر. الراجل ده حاله خاصه، راجل ممتع يعني انا احب اتفرج على ريال مدريد جدا، طبعا انا مدريدي، بس اسكو ما ينفعش تسيب له دقيقة، لاعب ممتع جدا، لاعب اللي هو كباري ماشي. لما سألوه من خلفتك ما قالش انزو زيدان، قال اسكو. اسكو اسكو لعيب، لعيب خيالي فعلا، ولعيب بصراحة أنا شايفه إن هو يعني أسبانيا حاليا من وجهة نظري، فرنسا تشكيلتها أقوى، ولكن أسبانيا من ناحية الجماعية هي أقوى فريق في العالم. احنا برضو كنت لسه هسألك سريعا، المنتخب الفرنسي كيف يعني تراه كسرة نجوم يعني حلول في منتهى القوة في كل الأندية العالمية، وديدي ديشامب والان يتصدر مجموعته بفارق نقطه واحده عن السويد المفاجاه. طبعا المجموعه دي صعبه جدا، فيها منتخب فرنسا، فيها منتخب السويد، فيها منتخب هولندا، فيها منتخب بلغاريا، والكل لسه عنده امال. ديشامب انا ما اقنعنيش لحد دلوقتي، عنده اقوى تشكيله في العالم حاليا، يعني من اول حارس المرمى لحد خط الهجوم لو قعدنا نعد هنعد 15 16 نجم. يعني ديشامب مش عارف يتعامل مع الكتيبه دي، بيتعادل مع لوكسمبورغ حاجه حدث، احتفلوا بقى لهم 100 سنه مش ممكن يعني، هو ربنا بده اديها لهم بقى لهم 100 سنه ما خدوش نقطه من فرنسا، حتى عملوا احتفاليه وكانت الدنيا يعني انفجرت في لوكسمبورغ. طبعا الوقت داهمنا، كان يعني كنت عايز دايما ما شاء الله لما معايا ضيوف الكرام وليد واحمد ثابت بتبقى الكلام جميل وممتع، ودائما بنحاول نوصل لحضراتكم كل المعلومات الممكنه. ده كان اخر حاجه معانا في استاد الاهلي النهارده، اتمنى ان نكون قد امتعناكم. وفي النهايه طبعا بشكر ضيفي استاذ وليد الحديدي الناقد الرياضي بالاهرام، منورني النهارده وان شاء الله اشوفك تاني. شكرا كابتن فاروق. ايضا محلل الاداء الناشط احمد ثابت، كنت منورني النهارده وان شاء الله اشوفك تاني. نورك وبسعد دايما بتواجد مع حضرتك مع دكتور وليد. ده اخر حاجه لحضراتكم معانا النهارده ان شاء الله، نتمنى ان احنا نلقاكم سريعا، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.